مسا مسا على كل وشاء دحيح الافلام. تخيل معايا كده تكون نفسك تبقى مهرج وتشتغل في السيرك وتروح تلبس بدله المهرج وتطلع قدام الناس وتفضل تضحكهم، بس بعد كده تكتشف ان البدله اللي لبستها دي هتفضل لابسها طول عمرك علشان ملعونه. فيلم كلاون صدر سنه 2014 وبيتصنف من افلام الاكشن والاثاره والغموض. بيبدا فيلمنا في عيد ميلاد عيل صغير اسمه جاك، وبتكون امه عامله له عيد ميلاد كبير علشان ده ابنها الوحيد، ومجمع كل الناس اهلها بقى واصحابها واصحاب جاك كمان، وبيكون امه جايبه له مهرج علشان خاطر تفرحه اكتر. بس بعد كده اتصل بيها المهرج اللي هي جايباه وقال لها انه مش هيقدر يجي النهارده الحفله علشان خاطر مراته تعبانه شويه، وهنا ما كانتش عارفه ميك تعمل ايه لانها مش بتحب اي حاجه تكون مرتباها تبوظ. فراحت متصله بجوزها كنت وقالت له ايه يا حبيبي انت مش جاي الحفله ولا ايه؟ فقال لها كنت انا جاي اهو خلاص، بس كنت بخلص شغل ومسافه السكه وهبقى قدامي. بس ميك قالت له على حوار المهرج اللي مش جاي، فقال لها انت ما خلاص يا حبيبتي مش لازم تجيبي مهرج يعني؟ فقالت له ميج لا ده اول عيد ميلاد لابننا جاك وانا عاوزاه يكون مبسوط على الاخر. فقال لها كنت خلاص يا حبيبتي انا هتصرف واتصل باي حد من المهرجين، ولو ما لقيتش ما تلاقيش انا مش هاجي الحفله الا ومعايا مهرج. وبيخش بعد كده البيك كنت وبيقعد يدور على اي هدوم بتاعت مهرج علشان خاطر يلبسها لحد ما لقى صندوق موجود على الارض. لما فتح ولقى فيه الهدوم الخاصه بالمهرجين فراح قرر انه يلبس الهدوم دي. وساعتها بنروح لجاك اللي لما بيروح يسال امه هو ابوه مش هيجي الحفله علشان خاطر يشوف المهرج ولا ايه؟ فقالت له امه لا يا حبيبي جاي اكيد، بس هو محضر لك مفاجاه حلوه قوي هتعجبك. وساتا بيخش كنت وهو لابس لبس المهرج وبيفاجئ جاك بالموضوع ده، وكانوا كل العيال مبسوطين قوي. وراح قايل لهم كنت يلا نخلي العيد ميلاد كله رقص وغنى علشان خاطر جاك. وبعد ما الحفله بتخلص وكل الناس بتمشي ساعتها بتقول ميج لكنت انها انبهرت بيه جدا باللي عمله النهارده في الحفله بتاعت ابنهم جاك. قال لها كنت والله انا ما كنتش اتوقع اني اعمل حاجه زي دي في يوم من الايام، بس الحمد لله اني فرحت ابننا جاك. وتاني يوم الصبح بتصحي ميك كيوتو بتقول له حبيبي يلا بقى قوم من على الكنبه علشان المكياج بتاع المهرج اللي انت حاطه على وشك بوظ لي الكنبه وانا لسه غسلها امبارح. وفي الوقت ده راحت ميك قايله لكنتي بقى يوصل جاك المدرسه علشان هي متاخره على شغلها ومش هتعرف توديه النهارده، فقال لها كنتي ماشي يا حبيبتي اول ما يخلص بس جاك اكل هاخده ونروح المدرسه. لما بيودي كنتي ابنه المدرسه ساعتها بيروح الشغل بتاعه، هناك بيتكلم مع واحد اسمه مايكل وبيقول له انه سمسار عقاري وانه النهارده اول يوم الشغل ليه. بس مايكل والناس اللي معاه كانوا مستغربين شكل كنت، بس كنت قال لهم انه كان لابس كده علشان خاطر عيد ميلاد ابنه. واول ما بيخش كنت البيت علشان يشتغل ساعتها دخل الحمام علشان يشيل الباروكه وبيقلع اللبس اللي هو لابسه ده، بس اللبس والباروكه كانوا لازقين في جسمه ومش راضيين يخرجوا خالص، وده اللي بيعصب كنت جامد ومش بيبقى عارف يعمل ايه لحد ما شاف موس قدامه فراح قال يقطع بيه البدله اللي هو لابسها. بس يبقى راح جارح ايده وفضلت تنزف دم وراح رابطها بسرعه كنت. وبعدها خرج بره وخد منشار من اللي شغالين بيه في الشغل راح فضل يقطع بيه البدله، بس وقتها المنشار هو اللي اتكسر والبدله ما فيش اي حاجه حصلت فيها ولا حتى في حته اتقطعت منها. وبنرجع مره ثانيه لميج اللي هي قاعده في البيت مع ابنها جاك، وقتها بتحس ان في حد موجود بره في الجنينه فخرجت علشان تشوف فيه ايه لانها كانت قلقانه قوي. بس ساعتها لقيت ابوها جاي من وراها فقالت له ميج اللي انت بتعمله ده يا بابا انا قطعت الخلف والله. فقال لها في ايه يا بنت انا جيت جنبي كان جاي علشان اقعد مع جاك شويه بس كنت اعملها له مفاجاه. وانا كان كنت قاعد في العربيه ومش عاوز يخرج منها علشان خاطر حماه ما يشوفوش بالمنظر اللي هو فيه ده. ولما بيمشي حماه وبيخش البيت كنت ساعتها ميج لما بتلاقيه لسه لابس بدله المهرج وحاطط المكياج بتاع المهرج لسه على وشه راحت قايله له انت ليه يا حبيبي ما قلعتش الهدوم دي؟ فقال لها كنت يا حبيبتي والله حاولت بس مش عارف اعمل اي حاجه، حتى الباروكه اللي على دماغي دي مش راضيه هي كمان تتشال. فقالت له ميج يا حبيبي ما تقلقش اكيد هيتشالوا يعني. فقال لها كنت وهو متأثر هيتشالوا ازاي؟ بس ده انا حاولت بالمنشار واتكسر وحاولت اقطع البدله بالموس وجرحت ايدي وفضلت احاول طول اليوم اشيلها ومش عارف. وانا راحت واخداه ميج للعياده بتاعتها وساعتها راحت جايبه بتاع كده وفضلت تشد بيها الكوره الحمراء اللي على وشه وفعلا قدرت انها تشيلها، بس وش كنت فضل يجيب دم. وراحت ميج قايله له روح بقى المستشفى علشان خاطر يعالجوا الجرح. وساعتها الدكتور راح مغير لكنت على الجرح، ولما ساله الدكتور ايه الجرح اللي في ايدك ده يا كنت؟ قال له كنت انه عمل حادثه واتعور. قال له الدكتور طب بص انا اعرف محامي كويس هيقدر يجيب لك حقك في الموضوع ده. بس كنت قال له النبي اسكت يا دكتور انت مش فاهم اي حاجه. وبعدها بيمشي كنت وبيقعد يفكر في اي حل علشان يشيل الحاجات دي، وبيروح يعرف مين صاحب البدله واي محل بيكون بيبيع البدل بتاعه المهرجين علشان خاطر يعرف البدله اللي لابسها دي هيعمل معاها ايه. وبعد كده بيروح كنت لمحل وساعتها البنت اللي شغاله هناك بتقول له انهم بيبيعوا بدل بتاعه المهرجين وكده، بس نوع البدله اللي هو لابسها دي
مش عندها الحقيقة. بس البنت قالت له بص انا اوريكي كتابي الخاص بالبدل اللي عندنا، ولو لقيت البدلة بتاعتك فيهم يبقى خد الورقة واتصرف انت، ويا رب مين اللي عملها. وفعلا اول ما لقى كنت البدلة راح قطع الورقة وخرج علشان يتصل بالراجل. واول ما بيرد عليه الراجل بيقول له كنت انه بيكلمه بخصوص البدل بتاعة المهرجين، وقال له انه ممكن البدلة اللي معاه تبقى بتاعته انه لقاها في مخزن تبع واحد اسمه مارتن. فاتاه الراجل قال له خلاص ماشي بس فين مارتن؟ فقال له كنت على ما اعتقد كده ان مارتن مات. واتاه الراجل قال لي كنت اوعى تلمس البدله مهما حصل، وخليك بعيد عنها على قد ما تقدر، وانا هاجي لك في اسرع وقت ممكن، بس علشان خاطري اوعى تلمس البدله نهائي. وطبعا كان كنت سامع الكلام وهو مستغرب لانه اصلا لابس البدله ومش عارف الراجل بيقول له ليه كده. ساعتها كنت قال للراجل انه لابس البدله فعلا ومش عارف يقلعها خالص. قال الراجل ما تقلقش علشان بس البدله قديمه هي عملت معايا كده، ولما تجيلي هبقى اشيلها لك ما تقلقش. اول ما بيروح كنت للمكان هناك بيلاقي فيه هدوم كتير موجوده، وساعتها الراجل بيجي يسلم عليه وبيقول ان اسمه كارلسون، وبيدي لكنت كوبايه شاي علشان يشربها، وان بيقول كارلسون لكنت انه كان عايش بره البلد بقاله سنين كتيره ولسه راجع من شهرين، وان مارتن كان صاحبه بس ما قدرش يتكلم معاه على اللي عمله لما سافر، وان علاقه الاثنين ببعض كانت صعبه جدا. بس كنت قالت هو حضرتك بتحكي لي الحاجات دي ليه؟ انا اصلا ما شفتوش ولا اعرفه حتى. وقتها كارلسون فضل يقول له حكايات عن البدله، وقال له ان البدله دي من الاقليم الشمالي، وان مارتن لما لبس البدله ما كانش مضحك خالص، وان قال له كنت انا مش فاهم منك اي حاجه. المهم دلوقتي انت هتخلع البدله دي مني ازاي؟ علشان انا زهقت منها الحقيقه. وان راح كارلسون جايب كتاب وقال لي كنت المهرج اللي قدامك في الكتاب كان عايش بجلد ابيض وبكره حمراء في وشه. وبعد كده بقى المهرج ده بيستدرج الاطفال الكافي بتاعه على اساس انه يلعب معاهم وكده، وبيروح قتلهم، والقصه دي قعدت اكتر من قرن والناس نسيتها. ومن بعدها بقى الشخص ده مهرج وبقى يخلي الناس تفضل تضحك عليه انهم مش عارفين اصلا ان ده شكله الطبيعي. وفي اللحظه دي بيحس كنت انه دايخ ومش شايف قدامه، وبيحاول انه يفوق نفسه بس في الاخر راح واقع على الارض، وبيكون كارلسون هو اللي حط له منوم في الشاي علشان يعمل فيه كده. وهنا لما فاق كنت لقى كارلسون جايب ساطور علشان خاطر يذبحه، بيقول لي كنت ان ده الحل الوحيد علشان يفصل بينه وبين البدله الشيطانيه اللي لابسها. بس كنت قدر انه يلحق نفسه في اللحظه الاخيره، بس كان كارلسون نوره في رقبته راح كنت يضربه، كان عاوز يموته. بس كارلسون قال له على فكره اللي انت لابسها دي مش بدله، دي جلد او شعر للشيطان، علشان كده عمرك ما تعرف تشيلها من جسمك مهما حصل. بعدها رجع كنت لبيته بيقول لي ميجي انها تيجي معاه للشرطه علشان يبلغ على كارلسون، لان البدله اللي هو لابسها دي طلعت شيطانيه، وانه عاوزها تيجي معاه القسم علشان خاطر الظباط هناك ما يقولوش عليه انه مجنون. بس وقتها كانوا اهل ميجي عندها في البيت وراحوا قايلين لي كنت طب ما تقلع البدله يا ابني، احنا مش فاهمين منك اي حاجه. فقال لهم كنت انه مش هيعرف يشرح لهم اي حاجه دلوقتي، وبيقول لي ميجي يلا تعالى معايا بسرعه وانا رابط كارلسون في العربيه علشان نروح نسلمه للاسم. ولما قالت له ميجي انت عامل في الراجل ليه كده؟ راح قايل لها كنت ده كان عايز يقطع راسي، اسكتي انت مش عارفه انت اي حاجه. وقتها لما جه يفجز اخت ميجي يلمس البدله بتاعت كنت، ساعتها كنت راح ماسك ايديه ويكسرها له، وفضل ديف واقع على الارض بيتوجع جامد، وميج ما كانش مصدق اللي بيحصل. راح قايل لها كنت حبيبتي انا همشي دلوقتي، وانت بيروحي على الاسم ميل اللي انا قلت لك عليه. وبعد كده لما كان كنت ماشي بالعربيه، ساعتها كارلسون قدر انه يفك نفسه وفضل يجي على كنت علشان يخلص عليه، بس في الاخر راحوا مغبوطين في مبنى حديدي كده. لما نزل كنت من العربيه كان سليم وما حصلتلوش اي حاجه، وكارلسون كان اتخرشم خالص وما بقاش في اي حته سليمه. وقتها لما راح كنت يشوف كارلسون، فضل كارلسون يقول له اقتل نفسك يا كنت لانك مش هتقدر تستحمل اللي البدله هتعمله معاك. وبتروح ميجي الاسم وبتقول لهم على مواصفات جوزها كنت، فقال لها الظابط خلاص ماشي، اول ما نعرف عنه اي حاجه هنبقى نبلغك على طول. لما بترجع ميجي البيت ساعتها ابوها بيقول لها على فكره يا بنتي انت لازم تعرفي جاك على اللي ابوه بيعمله. بس ميجي قالت له ايه اللي انت بتقوله ده يا بابا؟ ده جاك لو عرف حاجه زي دي او اللي حصل لابوه هيترعب، وانا استحاله اعمل حاجه زي دي ابدا. وبنرجع بقى لكنت لما كان قاعد في الغابه جنب شجره كده، وكان في عيل ماشي ومعاه كشاف بيشوف ايه اللي بيحصل هناك. وقتها شاف العيل ده كنت وهو قاعد على الارض، وساعتها كنت راح قايل له ما معكش يا حبيبي اي حاجه، كلها كده علشان انا هموت من الجوع. فالواد بحسن نيه فضل يقرب من كنت علشان خاطر يشوف ماله، بس اول ما قرب منه قوي راح كنت ماسك ايده وعضها، والواد فضل يجري وهو بيعيط جامد على اللي عمله في كنت. وبيروح بعد كده لجاكل لما بيسال امه عن ابوه فين، راح تقول له ان ابوه الايام دي مشغول جدا في الشغل الجديد بتاعه، واول ما يتصل بيها تروح قايله له ويكلمه على طول. لما بترجع ميجي البيت ساعتها بتلاقي الورق الخاص بالبدله اللي كنت لابسها، وقررت انها تقرا اللي مكتوب عن البدله دي علشان تفهم اللي بيحصل لجوزها. وبيكون كنت قاعد جوه حمام، وساعتها بينزلوا مجموعه من العيال اللي بيبقوا راجعين من المدرسه علشان يعملوا حمام. لما بيلاقي واحد من العيال دول كنت راح مصرخ
الشيخ، وقتها كنت راح واخد بعضه وجري منه. وبالليل بيكون رايح كنتي يستخبى جوه بيته، بيقابل عيل اسمه روبي اللي بيقول له انت مهرج يا عمو، بس كنتي مش بيرد عليه. فرح روبي قايل له انت شكلك جعان، انا اروح اجيب لك حبه كحك من اللي عاملاه ماما هيعجبك قوي. بس كنتي ما ردش عليه ودخل البيت وقفل الباب في وشه. بدا بيحس كنتي ان جسمه بدا يتحول وبقت تحصل له حاجات غريبه، لدرجه انه وقع على الارض من شده الوجع اللي كان حاسس بيه. في الوقت ده لاحظت ميج ان الكلب بتاعهم فيه حاجه غلط، فقال لها جاكي يمكن يا ماما بيعمل كده علشان كل الكره الحمراء بتاعه المهرج. وساعتها اتصل كنتي بميج وبيقول لها انها تسامحه على اي حاجه عملها معاها وضايقتها منه. وفضلت تقول له ميج طب انت فين طيب، بس كان خلاص كنتي قفل السكه. في نفس الوقت كان قرر كنتي انه ينتحر، وراح جايب مسدس وضرب بيه نفسه. بس بعد 3 دقايق ولا حاجه راح قايم تاني، وده لان البدله مش عاوزاه يموت. وبتروح بعد كده ميج تقول لاختها انها تخلي بالها من جاك قبل ما تروح تدور على كنت. وفي نفس الوقت ده كان كنت راح اشترى منشارين علشان يموت بيهم نفسه ويريح نفسه من حوار البدله ده خالص. وبالليل بنلاقي ميج عماله تلف على الاماكن اللي ممكن تلاقي كنت موجوده فيها، بس مش بتلاقيه في اي مكان منهم. وساعتها كان كنت شغل المنشارين وراح قاعد على الكرسي علشان يوقع نفسه على المنشارين، وقتها رقبته تتقطع فيموت بقى. بس وقتها لما جه يعمل كده راح الكرسي واقع على المنشار ويطار ناحيه الطفل روبي اللي كان جاي علشان يطمن على كنت. وراح روبي وقتها ميت وما كانش عارف كنت هيعمل ايه ولا يروح فين، وبيكون زعلان جدا على اللي حصل لروبي. في الوقت ده قدرت ميج انها تلاقي كنت، بس كنت قال انه مش هيفتح الباب. فقالت له ميج انها عارفه ان اللي بيحصل له ده حاجه غصب عنه، غير كده كمان انها جايه ترجعه البيت علشان خاطر هي بقت حامل ويخلي باله منها. ولما سمع كنت الخبر ده راح خارج مع كنت وقال لها يلا نروح البيت بسرعه. لما رجعوا البيت راح كنت قايل لميج انها تربطه في العمود اللي في المخزن، وانه مهما عمل ما تجيش تفكه علشان هو دلوقتي بقى كل يوم عمال يتحول. فقالت له ميج خلاص يا حبيبي صدقني مش هفكك مهما حصل. راحت طلع فوق وقفل عليه الباب. لما طلعت فوق ميج راحت جايبه الكتاب بتاع البدله وفضلت تقرا فيه لحد ما شافت اسم كارليسون اللي كان كنت كلمها عليه، وقررت انها تروح تشوفه هو موجود فين. في الوقت ده بتروح ميج المستشفى لكارليسون وبنعرف انه لسه عايش ما ماتش. وقتها بتقول له ميج انا عارف انك تعرف جوزي، فكنت عاوز اعرف منك ايه حكايه البدله بالظبط علشان اعرف الحقه. بس كارليسون ما كانش قادر يتكلم، راح كاتب لها في ورقه كده انها ما تثقش في جوزها مهما حصل. بس ميج قالت له ليه يعني، هو انت مش عارف البدله دي بتتشال ازاي؟ فما عرفش كارليسون يفهمها لانه ما كانش قادر يتكلم. راحت ميج قايله له خلاص انا مش عاوز اعرف منك اي حاجه، وراحت سايباه وماشيه. لما بتنزل من هنا راحت ميج رايحه للبيت بتاع مارتن، وقتها بتلاقي المكان شكله غريب ولاقي الكاميرا كده قدامها. راحت تبص عليها علشان تشوف ايه اللي متسجل فيها، وبيروح لجاك اللي جاله واحد من صحابه اسمه كالتون. فضل يتريق عليه وعلى ابوه، وقتها جاك اتعصب عليه وراح حضه في ايده وسابه وجري. في اللحظه دي كانت ميج بتتفرج على الفيديو اللي في الكاميرا، وتلاقي مارتن جايب الشيطان اللي كان لابس البدله. وقتها كان بيحاول الشيطان ده يفك نفسه بس ما كانش عارف. وبنرجع مره ثانيه لجاك اللي لما بيرجع البيت، وقتها كنت راح منادي عليه وقال له تعالى يا حبيبي ليا انا في المخزن تحت. لما نزل جاك لابوه راح قال له هو انت مربوط كده ليه يا بابا؟ فقال له كنت معلش يا حبيبي تعالى فكني بس قول لي الاول انت متعصب ليه؟ فقال له جاك ان صاحبه كالتون اتريق عليه في المدرسه وخلى العيال كلها تضحك عليه. وبعدها بترجع بسرعه ميجا علشان خاطر تطمن على ابنها جاك. وساعتها بتقول له هو ابوك راح فين؟ فراح قال لها انه مشي من البيت. وبنروح فعلا لكنت اللي قام رايح لكالتون البيت علشان خاطر ينتقم منه على اللي عمله مع ابنه جاك وراح مخلص عليه. وبنعرف ان ميج قررت انها تلم هدومها هي وابنها جاك علشان يمشوا من البيت. بس وهي ماشيه ساعتها شافت الكلب شكله غريب جدا وكان متحول، وفجاه راح الكلب جاري عليها علشان يقتلها. بس في الوقت ده جه كارليسون وقطع رقبه الكلب ده، وراح قال لها كارليسون انه حاشه علشان خاطر يساعدها في انها ترجع جوزها كنت، وان هو الوحيد اللي عارف سر البدله دي. وبعد ما بيقعد كارليسون راح قايل لميج انه لما كان جايب شحنه هدوم من ايسلندا ساعتها الهدوم كلها كانت مترتبه الا البدله بتاعت المهرج دي. وساعتها اخوه لما شاف البدله راح لابسها. بس بعد كده اخوه اللي هو مارتن بدا يتحول تدريجي، وساعتها قعد كارليسون يقول انه هيلاقي له علاج في اسرع وقت. وساعتها قدر اخوه انه يحرق البدله دي، وده عن طريق انه سمع كلام الشيطان وقتل 5 اطفال. وراح قايل لها كارليسون انه مش هيقدروا يدمروا البدله بس يقدروا يوقفوا الشيطان. بعد كده بيقول كارليسون لميج قولي لي بس جوزك فين علشان انقذه. فراح جاك قايل لهم على فكره بابا راح لكالتون. وهنا لما بيروحوا الاثنين لبيت كالتون ساعتها بيلاقوه ميت واشلاؤه خارجه من جسمه. وبعدها الاثنين قاموا رايحين لمكان بيتجمعوا فيه الاطفال، وراحت ميج قايله لكارليسون خليك انت في العربيه وانا اوعدك اني اخش اجيب كنت من جوه واخليه يقعد معاك. قال لها كارليسون خلاص ماشي. ولما بتخش جوه ميج بتفضل تبص على كنت موجود فين، بس مش بتلاقيه وسط العيال. لما بترجع تقول لكارليسون على الحوار ده وقتها مش بتلاقيه هو كمان، ومش بتبقى عارفه تعمل ايه بعد كده. وفي
الوقت ده بنشوف العيال وهم طالعين يلعبوا في المرجيحة، ده تجالهم كنت اللي خلاص كان يتحول للشيطان. راحت العيال منهم وباقي العيال والاهالي لما عرفوا اللي حصل راحوا واخدين عيالهم وجاريين. لما سمعت ميك صوت الصريخ راحت داخله تاني المكان، وتاب تعرف من واحده ست ان السبب في اللي بيحصل ده هو المهرج. وبتلاقي ميك كارلسون والاتنين بيروحوا يدوروا على كنت، وتاب يلاقوه نايم وبتقول ميج لكنت انها جايه هنا علشان خاطر تساعده، وان كارلسون جاي معاها علشان خاطر يلاقي طريقه يخرجوا بيها من البدله اللي هو لابسها، وان راح كارلسون جاي علشان يهجم على كنت، بس كنت راح ضربه وقعه على الارض. وراح بعد كده كنت صوته اتغير خالص لانه بقى الشيطان، وراح قال لها بقول لك ايه، هاتي لي اي عيل صغير علشان خاطر ارجع لك جوزك مره ثانيه والا اروح اقتل ابنك جاك. وبعدها اتفق معاه الشيطان على المكان اللي هي هيقابلها فيه علشان خاطر يقتل الطفل اللي قال لها عليه. لما بتيجي الشرطه ساعتها ميك بتاخد بعضها وبتركب العربيه بتاعتها علشان تمشي، بس وقتها جت لها بنت كانت عارفاها وقالت لها ممكن تاخديني معاكي في طريقك للبيت. وطبعا ميك علشان خاطر كانت خايفه على ابنها جاك راحت واخده البنت دي للمكان اللي اتفقت عليه مع الشيطان. بس لما راحت هناك ما لقتش الشيطان موجود، وقتها كان في واحد من الضباط شاف البنت دي وهي بتهرب من ميك، فقام رايح لميك وقال لها خليكي مكانك ما تتحركيش لحد ما يروح يشوف البنت اللي جريت. بس ميك ما سمعتش كلامه وقامت راجع البيت بسرعه علشان خاطر تطمن على ابنها جاك. ولما كان ابوها موجود في البيت راح الشيطان جاي من وراه وراح قاتل ابوها قدام عينيها وقال لها فين ابنك جاك علشان اخلص عليه. وبيروح الشيطان يهجم على ميك وبيكون عاوز يخلص على الطفل اللي في بطنها، بس ميك قدرت انها تجرحه بالسكينه في رقبته. ولما بيشوف الشيطان جاك راح جري وراه علشان يخلص عليه، بس ساعتها جت ميك وربطت الشيطان ده بالسلسله وبقت رقبته خلاص هتتقطع. وان راحت ميك جايبه السطور وقطعت رقبته، بس بعد كده قام الشيطان تاني يهجم عليه، بس المره دي فصلت ميك رقبته خالص عن جسمه. والشرطه جت وخدت البدله وكل حاجه خاصه بالمهرج. لحد هنا يكون خلص فيلمنا، يا ريت توصلوا الفيديو ل 10000 لايك. لو عايزين تتفرجوا على افلام الفتره اللي جايه شاركونا اراءكم في الكومنتات، واشوفكم بكره في ملخص جديد، ومع السلامه.